طيب مساء الخير للجميع. احنا اليوم في عين فصايل، طبعا من الشوب ودرجة الحرارة العالية انجبرنا بعد جولة التصوير ان ننزل على المي والحرارة العالية فنبرد على نفسنا شوي. طبعا اليوم نزلنا مش كالعادي ان نلاقي اشي، طبعا لقينا الحجل الرملي السفرج، ولقينا الشمار العادي الحجل الصخري، ولقينا بعض الغزلان، ولكن بسبب الرعيان او ان وصلنا متأخرين شوي، الرعيان الموجودين واللي كان في حركة برضو من قبل بعض السيارات المستوطنين، فقدرنا ان ناخذ بعض الصور وبعض لقطات الفيديو لبعض الطيور او للغزلان. ما كانت لقطات كبيرة ولكن الحمد لله توفقنا في اشي بسيط، ان شاء الله بنوفيكم فيه بعد ما يعني نروح وننزل الفيديوهات ونشوف الجودة فيهن ونعدلهن. فشكرا لكم وتحياتي للجميع.